لم يقتصر تعبير الشعب العراقي عن رفض الهيمنة الإيرانية على المشهد السياسي في العراق وما يتبعه، وإنما اتخذ خطوة جادة تحمل وعياً وطنياً عميقاً بمقاطعة منتجاتها التي أغرقت السوق المحلية ونافست المنتج الوطني وتسببت في تعطيل المصانع والمعامل العراقية وتسريح عشرات الآلاف من العاملين فيها. هذه المقاطعة كانت طريقة ناجعة لمواجهة النفوذ الإيراني وتنم عن وعي شعبي بأهمية إعلاء شأن المنتج المحلي. اليوم بعد الثورة اللي حدثت بالشارع العراقي، وهذه الثورة تبلورت مو فقط ضد الأحزاب والثلة أو النفيف الفاسد اللي يحكمون العراق، لا، اليوم الفز الوعي بكل الناس وأغلب الناس، واليوم يقودهم الوعي، حيث تبلورت هذه الثورة عن عدة معطيات. من هذه المعطيات هي مقاطعة المنتجات الأجنبية ودعم المنتج الوطني، وتحت عدة شعارات بينها خليها تخيس يواجه العراقيون النفوذ الإيراني في التجارة كما في السياسة بمقاطعة واردات وبضائع إيران التي باتت الدولة الأبرز في نهب ثروات العراق. وتحتل إيران مرتبة متقدمة من حيث التبادلات التجارية مع العراق، إذ تبلغ اليوم نحو 9 مليارات دولار، أكثر من 90% منها هي قيمة صادرات طهران إلى بغداد. على القطاع المنتجات الإيرانية حصراً، المنتجات الإيرانية لأن تدخلاتهم قوية والضرائب قاعد تروح للأحزاب والدعم قاعد تدعم الأحزاب. نرجو من الشعب العراقي الدعم المنتج العراقي، لأن اليوم معاملنا 3/4 ما حد هامليه. السبب شنو؟ السبب المنتجات الإيرانية. ومن ثمرات مقاطعة البضائع الإيرانية صب الاهتمام على المنتج المحلي وتشغيل المعامل وتحريك عجلة الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص عمل وتحقيق نوع من الاستقلال الذاتي. الحالة تشغيل المصانع العراقية خاصة واحد يعني راح نقلل من البطالة اللي حاليا اللي مصدرة تقريبا 70% احنا المجتمع العراقي والشباب بصورة عامة احنا تواجه من البطالة، ولذلك ندعو الشباب والمجتمع العراقي إلى الإقبال على المنتوج الوطني. ثورة تشرين تغيير شامل لمفاهيم هيمنة كرست لمدة 16 عاما، كما أنها حركة وعي نابع من أسس وطنية أربكت الدول الطامعة بالعراق قبل أن تربك أتباعهم في الداخل.